وعازم انك تمشي لاسرائيل. انا كنقول واقيلا غتقدر تراجع ولا لا تشوف. انا غنمشي نهار نهار الاثنين انا نعيط من تما من اسرائيل. اعوذ بالله تخلي تخرجي النمره ديال اسرائيل في التليفون ديالي. ما خايف اعوذ بالله ما خايف انا وليت انا من الازلام. ما يشدش ندير شي اوبسيون باش النمره ديال اسرائيل ما تدخلش ليا في التليفون ولي من المطبعين عبر الهاتف السي مولاي. صيفط لك اني مايل ولا شي ولا شي تصويره ولا واخا تصويره مرحبا بها ماشي مشكل. طيب شنو الباركور اللي غادي ندوزو؟ اسطنبول. تمشي دار بيضاء اسطنبول. باش شي واحد اللي باغي يفك الخدمه يعرف باش لي ديتاي وغتقبل الكاشي ديال اسرائيل تطبع عليك في الباسبور. انا اللي عرفه هو كان الباسبور الناس اللي كانوا كيمشيو شحال هادي كاين كيخيروا بين الناس اللي واش يطبعوا لك في الباسبور ولا يعطيوك ورقه مستقلة على الباسبور هي من مثابة فيزا. ولكن حاليا اللي عارف ما بقاش هادشي ديال ما بقاش كيطبعوا في الباسبور لان كاينين دول بحال مثلا كنعرف حالات ديال اصدقاء زاروا اسرائيل وفي لي باسبور ديالهم اللي ديال هذا الكاشي وردوهم مثلا في اليامات ديال القذافي ردوهم من المطار في الديوان ردوهم قال لهم عندكم بالتالي ما بقوش رفعوا لهم الحراج ما يطبعوش لهم. دونك بغيتي الفيزا بغيتي الفيزا كيعطيوك مستقله وانت اللي قالوا لك نطبعوا في الباسبور عندك مشكل؟ ما عنديش مشكل. ويلي وسي منير اشنو؟ وهادشي مشكل عندك اسي علاش؟ انا جاسم لي المغاربه تصدم لي المغاربه غادي لاسرائيل وزعما انا جاسم انا الحاجه اللي كنديرها ماشي بعيد تجيب شي كادو من تما ولا شي حاجه نجي نقد نجيب لك شي امتي كادو انت ولا كيفاش؟ لا زعما تجيب للناس اللي كتعرف وداك شي كادو تخلي ذكريات من اسرائيل. البارح عيط لي واحد الطالب صديق قال لي عافاك يا منير شوف لي كيف هذا بغيت نتسجل في قسم العلاقات الدوليه تمايا في جامعه تل ابيب. بالليل عاوتاني عيط لي واحد من اكادير قال لي شوف واش كاين ممكن نبيعوا لهم املو ارغان وداك الشيء واش ممكن نمشي تما ندير شامبي دو كوميرس في اسرائيل. في اسرائيل هادو ما عرفتش علاش الامازيغ خاصنا لا ماشي واش خاصنا ماشي الامازيغ بلاتي بلاتي خاصنا اش هادو غنجيو ليها ماشي الامازيغ ما نكذبوش على المغاربه. انا كنتمي ديال الوالد الفئه ديال الشباب اللي احنا متمردين على هاد الوصايه ديال التيارات السياسيه يعني الكونسيرفاتريس محافظة ولا البعثية. احنا كنرفضوا هادشي. احنا جيل جديد جيل جديد بمعنى خص يكون العلاقة عادية جدا مع اسرائيل. لا جيل جديد كي امن بالحرية ديال التنقل ويدير داكشي اللي بغى. يعني كنرفض الوصاية. ترفض الوصاية ومال قلت لي الامازيغن انا قلت لك بانه اغلب الاسماء اللي كاينه في اللائحه الشهيره من الحركه الامازيغيه كاين تسعود الناس ومعروف على الحركه الامازيغيه انها بحال كدير شويه الشونطاج في الدول ديالها ماشي الشونطاج منين جاي هادشي اسرائيل منين جاي شمال افريقيا ولا تمازغه هو قد جلس عليا زيد يا سيدي شمال وتمازغه زيد شمال افريقيا وتمازغه يعني لو ترم اكزاكت هي عرفتها براساج يعني تلاقح ديال الحضارات وديانات. الامازيغي يعني خدم المشارب متعدده. القديس سانت اوغستا القديس اوغستينوس الله يرحمهم واحد الاعمده من الاعمده ديال الكنيسه في شمال افريقيا هو امازيغي. كاينين كتاب مبدعون هادشي في الفتره ميم اللاتينيه. دونك حنايا سي ان بو لو برولونجمون ديال هاد لا سيفيليزاسيون ديال لو برولونجمون سيتادير بمعنى لا مشكل مع اسرائيل. هادشي فين باغي نوصل دابا مشيتي ليا تمز غادي داكشي بعيد يجيني نيشان واش نتوما ما عندكمش مشكل. اسيدي تنقول لك اسيدي تنقول لك اسيدي ان اليهوديه ولا الارث اليهودي حنايا ما عندناش مشكل. كاين في اسرائيل حاليا 900 ألف مغربي يهودي وحنا عارفين الظروف فين مشاو وكيفاش مشاو. هاد الناس كيحبوا بلادهم وما يمكنش تحيد من القلب ديالهم المحبه والمعزه اللي بغاو لهاد البلاد. حتى حد ما حيدها اليوم. لا كاين اللي تيقول لك اودي هاد الناس ما يجيوش. كاين هاد الخطاب ما يجيوش حيت يجيوش. اسرائيليين حيت اسرائيليين علاش؟ هادوك مغاربه سيدي مغاربه. مقاطعة ولا مناهضة تطبيع
الكلفه السياسيه الماليه استراتيجيه للمغرب غتكون كارثيه. اللوبي اليهودي، كاين لوبي يهودي في امريكا تمكن مزيان قوي سيطر، وفي كندا وفي اوروبا. ايه ما قلتي عيب، هادشي كاين مساندين القضايا المصيريه ديال 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 ديال, ديال المغرب، ديال المغرب. هادشي كاين صحيح ياك. وجيتات يعني باش تقول اودي ما تجريم ما عرفتش شنو. نقول لك اشنو وقع في منتصف فبراير. منتصف فبراير في طهران اش وقع؟ عم تبع لي الامور. ايوا كاين شي شبكة نيت سير. كاين لا لا هذه امور قرا غير في جوجل، كلشي كاين كلشي كاين كلشي غير ما باش يقرا هادشي اللي كاين. والسيد اللي عاود لي هاد الامور كان حاضر في طهران. اش عاود لك؟ اجتماع ديال الفرق البرلمانية للدول الاسلامية بما فيها، وكانوا مغاربه حاضرين تمايا من العداله والتنميه كذلك، من البام، من الاتحاد الاشتراكي الى اخره. كانت توت اون ديليغاسيون بوندون تقريبا واحد السيمانه اسبوع. واحد من البرلمانيين ديالنا توجب سؤال سيونس بلينيير على واحد هذه المبادره ديال المرصد لمناهضه التطبيع. واش على اساس واش اخباركم راه كاين واحد المشروع فرق برلمانيه خمسه ومن بعد ولات اربعه لان البام انسحب وكتجرم تطبيع مع اسرائيل. عرفتي الجواب ديال رئيس الوفد الفلسطيني؟ قال له داد النوع ديال المشاريع القوانين احنا ما كيخدموناش، ما بغيناهمش، بغينا المسلمين يجيو عندنا يدوزوا عن طريق اسرائيل. هذا الشيء كيعطل عمليه السلام. هذا تصريح ديال رئيس الوفد الفلسطيني في طهران في 17 فبراير. هذا الشيء اللي قلتي يا السي منير كامل يؤكد ما قاله السي السفياني، وبالتالي تستحق عن جدارة ورود اسمك في لائحة المطبعين. وشوية الشبكة مع حيدو ديك الشبكة. لا ما كاين لا شبكة لا والو. كدافع الأطروحة لا 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 الإسرائيلية لا للتعامل مع الدول العربية هي هادي يا السي منير. خلصينكم انا قلت لك العمله ديال الاسر ما عرفتش تصرفها بالدولار. لا والو لا والو والو انا عندي يلا نشوف واش عندي شي نمشي نصرف على شي 60 ولا 70 اورو ندعم. ويلا ما صيطوكش فلوس زعما باش تخدم؟ لا والو اشنو نخدم باش تخدم تما زعما باش تمشي صيفطوك بيه الطياره. اي بيه الطياره وريزيرفاسيون نشوفوا واحد حتى هي واحد مخرجه سميتها هانا ازولاي مخرجه معروفه تما في اسرائيل. غنشوفوا شويه المتاحف، وبالمناسبه تكون فرصه باش نحضروا التجمع اللي غيديروا القديس بون ولا هذا الباب يوبا الباب ديال الفاتيكان غيكون حاضر تما نهار اثنين. هادشي المسيحيه كثر عندك. اي 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 ايوا خداك عرس وقلنا ما عرفتش فين شدني مع اليهود مع المسيح. اش هادشي سي مواطن عالمي؟ شنو هي مواطن عالمي؟ صافي انا ما عنديش يعني مشكل تعامل مع اليهود ولا مع البوذيين ولا المسلمين ولا هذا، انا ما عنديش اشكال. ما عندكش اشكال؟ ماشي متقوقع على راسك. الناس شغلهم هذا كل واحد كي الناس عندهم اشكال يا سيموني. راه ما يمكنش تجي بهذه البساطه وتبغي ترفع الحساسيه اللي عندنا مع اسرائيل السيموني، وكتعامل معها بحال غادي وقيلا كون قلت لك الجزائر غاتجيك الحساسيه اكثر. الجزائر كنعرفها كيمشي للجزائر. اي وي كتمشي للجزائر. و انا كما قلت لك هذه امور انا واحد فاعل مدني مرتبط بالقاعده هنا وحده في لا 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 القاعده تسلي هذا زيد انا عارف شنو انا هذه اللي بقات لك. لا 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 انا غير نطرح لك شنو الشباب الاصدقاء ديالي هذه الحركيه الشبابيه الامازيغيه كيفاش كيفكروا. قول لي هذا الوعي الامازيغي هو جديد ماشي وعي قديم. حنا مثلا كفرنا بالاحزاب السياسيه كفرنا بهم صافي. مثلا الواحد اللي تيتزايد عليا الوطنيه واش حزب الاستقلال ولا العداله والتنميه في هذا الدستور الجديد اللي رفضوا ان الامازيغيه تكون لغه رسميه واش هادو وطنيين؟ الامازيغيه تراد ديال المغاربه. كيفاش هاد الناس هادو ما بغاوش هاد اللغه اللي عايشه هادي اكثر من 4000 5000 سنه ما تعترفش بها؟
خاصنا نشوفوا شكون هو وطني في هذه البلاد. تسميكم شويه عنصريين. لا لا لا، التعدد اللغوي والثقافي هو عنوان ديال الغنى، غنى ليس العكس. سويسرا كمثال عندها اربعه لغات رسميه في الدستور. هادشي مزيان، نحلوا مع بعضياتنا سيموني. لا ولكن الابيب، ولكن كيفاش اش دنا الابيب باش تقرينا في هادشي؟ انا قلت لك انا غادي للجامعه ديال ما غاديش نتلاقى لا جينيرال ولا رجل مسؤول في الدوله الى اخره. غادي وكما قلت لك البحث العلمي ما عندوش حدود، ما كيامنش بالحدود. والجامعه ديال تل ابيب بحال الجامعه ديال عين شق ولا محمد الخامس ولا باريس. الله ودي انا هذا الموقف ديالي. جامعه كتبقى جامعه، جامعه كتبقى جامعه. فين ما كانت ما خصش الجامعه تكون مجال للمزايدات السياسويه العقيمه. وحق السفينه غيتقلق عليك ويحنا، ماشي مشكل غطرطق لي. هو المهم صافي بليزير دو لو فير ترافايي شويه، لان شحال هادي مشومي حتى هو. انا شحال هادي مشومي هو والاخوان ديالو هادشي ديال هذا باش يتحركوا شويه. درتي لي من الرواج. اشنو درتو لهم الرواج دابا؟ نسخنوا البندير شويه. حتى حد ما قال لك اودي بلاش عليك ما تمشيش. شكون حتى حد ما نصح قال لك اياك ثم اياك السيمونير؟ كاين 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 اللي تايه، كاين اللي تقول لي اودي تبارك الله عليك هذا، كاين اللي كيقول لي اودي سميتو، كاين كل واحد كنحترم الاراء ديال. ايوا سي عمر، واش اللي كان المفروض يكون معاك خبر قبل قليل التصريح ديالو كيقول اودي الباب اللي يجيك منه الريح سدو. اييه مستريح مابقاش غادي. عمر وشن من اعز الاصدقاء ديالي، من اقدم الصحفيين اللي كتربطني بهم علاقه خاصه، هو والزميل علي نزله. بالمناسبه كنحييه، وكان كان من المفروض يكون في كما قلتي. دونك يلاه الخبر يلاه عاد طاح دابا. الى حدود الصباح، الى حدود العشرة ونص الصباح دار حوار مع موقع الكتروني. ما نفاش انه غي هذا الصباح. اييه قال انه غادي. شنو قال انه غادي؟ عيط له اشنو كاين؟ قال لي ودي عندي اعتبارات وشي ضغوط وهذا واحد الحمله اللي للاسف جريده يوميه منخرطت في هذا الشيء. علاش كتعتبروا حمله وما تعتبروش بانه موقف لا طبيعي ديال اي مغربي السيمونيه؟ واش كتامن بالحريه ولا لا؟ كتستفزوا باسرائيل وكتعرف الحساسيه. دابا غتنيرفيني الناس النهار كتمشي كتلاقى مع حزب الله في لبنان، كتلاقاو مع انظمه عسكريه، ما كاينش اللي يهضر معاهم. الناس اللي كيروجوا لصدام حسين اللي كان لاباد 5000 كردي في مذبحه ديال حلبجه في 88. ونزيدك ابروبو ديال حلبجه، سي شفيق الله يطول في عمره زل حي، هو من بين المؤسسين ديال المنظمه المغربيه لحقوق الانسان. هو وعالم المستقبليات المهدي المنجره واخوان ديال اخوان الاخرين. وقعت المذبحه ديال حلبجه في 88. استعمل صدام حسين فيها الغازات الى اخره، دونك لي غاز توكسيك. مدينه كامله الا رازي. مزيان تاريخيا معروف هذا الشيء. معروف. الله يغفر ليه. سي شفيق تقدم ملتمس لقاء يعني المكتب ديال المنظمه على اساس ادانه هذا الفعل ديال صدام حسين. اهاش قلت شتي الكارثه؟ المنظمه المغربيه اللي المفروض انها تدين هذا عمل وحشي ياك؟ المفروض من المفروض مزيان من المفروض يدينوا هذا العمل. أيه. ما بغاوش كاملين. ودارت ليا ملي لا 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 بلاتي اشنو دار؟ قدم الاستقاله ديالو سور بلاس، قال لهم بالسلامه الاخوان الله يعاونكم. خدامش واش انتم كتدافعوا على حقوق الانسان معروفه كونيا ولا كتدافعوا على حقوق زعما غير العرب؟ لان الاكراد ماشي عرب. فهمتيني؟ فوالا. ولكن دارت ليا يا سيمونير. ايوا جيتو نتوما وكتقولوا اسرائيل دوله عاديه، بل تروجون للطرح الاسرائيلي زعما نطبعوا ما كاين حتى مشكل. شنو هو الطرح؟ شنو هو الطرح؟ زعما تولي دوله مع دوله، الصلاه على النبي، مشيو عندها تجي عندنا، ما كاين حتى شي مشكل، نتساراو عندها تسارى عندنا، نبيعوا ونشريو معها. والعلاقات راه كاينه اخويا، السفاره هنا والسفير لهيه. علاش العلاقات ما كايناش؟ وما عرفت شوف انت انا راه خلعتيني بهذا الشيء. لا العلاقات كاينه، اسمح لي. مبادرات تجاريه الى اخره، كاين شركات، كاين هذا الى اخره، كاين سميتو مكتب الاتصال الاسرائيلي واخا تسد في 2000. اي مازال العلاقات عن طريق ملتويه بارفوا.
عن طريق مثلا شركات ولا في الميدان التجاري في مستقر في أوروبا ولا شي حاجة ولا دول أخرى، مي علاقات مازال كاينة. شنو اللي ناقص؟ هذه شويه ديال الدبلوماسيه بنادم كيراعي عينك ميزانك ممكن فهموها، ولكن باش نروجوا وصاحبي واش تي بيليفني شكون عرض عليها؟ واش امازيغ هما اللي عارضين عليها لطنجه؟ بغيتي توحلني دابا. اي والله هو جاو بغيتي توحلني. شكون اللي عارض على تي بيليفني؟ مهمه اكاديميه. شكون عارض المؤتمر ديال العداله والتنميه على جولشتاين؟ ماشي العداله والتنميه. غلطوا فيه. ها غلطوا. لا اسمح لي، لا قول لي جاوبني على تي بيليفني. انا انت دابا المتهم. ممنوع في العرف ديال قفز التهم ان القاضي تسال. تفضل السيد المتهم ضانين. رديت لك الكره دابا صافي يلا. ماشي الحركه الامازيغيه اللي عرضت على تي بيليفني. لا ولكن الحركه الامازيغيه متهمه وانت احد المحسوبين عليها بانها تعتبر اسرائيل دوله عاديه بحال اي دوله في العالم. هذا ماشي معقول. واحد النقطه سي رمضاني عفاك باش نوضحها مهمه بزاف. دغيا انه مابقاش الوقت. المشاركه ديالي في هذا كمشاركه شخصيه، انا كانوا عندي تجارب في العمل الجمعوي الامازيغي. حاليا انا فاعل امازيغي مستقل، ما كنمثلش الحركه الامازيغيه. واخا تبغي تبقى الشراكه تبقى تمثل. كيفاش كنمثل راسي؟ واخا. كيفاش واخا؟ واخا تمثل راسك راك ممثل الاخرين. لا لا اسمع، كنمثل راسي وكتروجو وكنتحمل المسؤوليه ديالي. كديروا الماركتينغ لاسرائيل في المغرب يا سيموني. اش من ماركتينغ؟ ماركتينغ دابا وليتي كتقول لنا غنمشي هنا. واحد السيد قال لي نبيع املو وزيت ارغان وداك الشيء كامل. اش بغيتي تقول؟ بغيتي تقول لنا؟ تنقول لك باللي راه كاينين الناس كيفكروا بهذا المنطق. سينو مثلا هاد الفرق هاد حفلات ديال الطرب الاندلسي اللي كيمشيو تمايا اللي كيرقصوا مثلا، ما كيرقصوش على سميتو على الجثث ديال الحرق ديال الضحايا ديال الفلسطيني مثلا. ما عمر تجبدوا مثلا شي فرقه ديال طرب الاندلسي وما اكثرهم كيمشيو لاسرائيل. علاش؟ الخلاصه السيمونير انت نعم واش في نظرك نحيدوا الحاجز ديال القضيه الفلسطينيه في تعاملنا مع هذا الكيان الصهيوني؟ انا كان ولا ما عندكش انت الكيان الصهيوني؟ لا بلاتي، انا كنقول انه فيما يخص الطبيب مثلا، فيما يخص الواحد، فيما يخص لا ميديسين لا ميديسين بارفوا شي مرات كيكون اون سواني لي مالادي بارفوا بالصعقه. كاين مجتمعات خاصهم الفو لي بوسكولي. اي وبالتالي انا حنا الطابوهات خاصهم يتهرسوا والاصنام خاصهم يتهرسوا. وعلاش ما ديرش العكس وملي تمشي مثلا الجامعه ديال تل ابيب مركز موشي ديان مع ديك السميه اللي قلتي لي ما كنعقلش عليها بزاف. شكون هذا الصديق برسمه دي وايتزمان؟ الصديق هذا كتقول له صديقي. لا حول ولا قوه الا بالله. علاش اتوقف وغادي دير؟ لا اسمح لي، حيت انا كنتعجب دابا مثلا هذه جوج ثلاثه الاسابيع في الناظور كان مهرجان ديال سينما الذاكره. شتي رد الفعل اللي كان؟ لا اسمح لي، انا جي في انا حضرت. كان سيمون سكيرا هو ولد الدار البيضاء، خرج على كان عمره 15 عام. وكان ايغال بنون مؤرخ زاد في السويره استاذ جامعي. ايوا الناس ما عجبهمش الحال. علاش ما عجبهمش؟ الجماهير ما عجبهاش الحال وغضب. لا اسمح لي، كاين هذا سميتو الاول وهو الحضور ديال جوج مخرجين اسبان اللي كيتعاطفوا مع الاطروحه الانفصاليه. هذا هو الاحتجاج اللي ماشي مشكل. لا هما كان، ولكن شفت بلا ما نقول اسماء قياديين، كان واحد قيادي في حزب سياسي ما عجبوش الحال وخرج وانتفض والى اخره. هادو مغاربه كيهضروا بالدارجه بحالنا بحالهم. كنعرف يهود كيهضروا بالامازيغيه محتفظين بها. طيب ما بقاش الوقت بزاف، بقى لنا 4 ديال الدقائق، ولكن نقول لك واحد الحاجه واش تقدر ديرها السيمون. نعم. تمشي لجامعه الابيب مركز موشي ديان معك اسرائيليين والاسرائيليات الذكور والاناث، وتوقف دير الكوفيه ودير لهم ديك تحيه نضاليه لشاره النصر، تقول لهم حشومه عليكم الاغتصاب ديال الاراضي الفلسطينيه وردوا لهم حقهم، وكمل مع الامازيغيه. اش فيها اللي درتيها؟ دير الموقف ياك، هادشي قضيه انسانيه تقدر دير. قلت لك انا كنتضامن مع القضيه الفلسطينيه من المبدا الانساني، ولكن ما تكونش قضيه مركزيه. ما كاينش اللي ما كيتضامنش مع فلسطين. انا كما قلت لك الاهميه ديالي
وهو شنو توقع في بلادي، شنو توقع في بلادي، داكشي اللي برا بيناتهم. خاصني نعطي الاولويه شنو عندي انا. خاص لو ماروكي يعيش مزيان، الناس اللي كيسوفر في لوم وانا طلاص له تطلاص. خاص كان عندي شويه شي تجارب في الجوال في الجبال الى اخره. راه كاين مناطق اخويا، راه شنو نقول لك، نشوف من حالهم. ثلاثه الاسماء منير كيجي باش نختموا هذه الحلقه، غتكلم معاهم او عليهم. الاسم الاول تكلم معاه مباشره بحال اللي كيسمعك، خالد السفياني. طبعا انا راجع ليه. الاسم الثاني احمد عصيد، صديق فاعل مدني، عطى بزاف الامازيغيه. زيد شي بركه. عندي اختلافات معاه، والاختلاف لا يفسد للود قضيه. الاسم الثالث فاطمه بعمرانت، امراه شجاعه كنحيي الصمود ديالها والاصرار ديالها والدفاع ديالها المستميت على الامازيغيه، لا في الجانب الفني ولا في داخل قبه البرلمان، ولا المبادره الاخرى اللي دارت ومشات دارت زياره هي وامينه بن شيخ ورشيد الرخا للمعتقلين السياسيين الامازيغيين اللي كنطالبوا بالافراج عليهم في مكناس. ومازال غتمشي لاسرائيل، ومازال غادي تل ابيب. تل ابيب والقدس. والقدس بجوج. القدس ديال من؟ جيروزاليم. ديال من؟ كيفاش ديال من؟ ديال من القدس؟ قالت لي 30 ثانيه. ديالهم ولا ديالنا؟ ديال الاسرائيليين ديال الفلسطينيين، ديال الناس اللي عايشين عليها. الا بغينا نقسموا هذا الشيء، شي نهار اسرائيل خاصهم خليهم يتفقوا. خليهم يهضروا بيناتهم اللي بغاو، خليهم يديروا داك الشيء اللي بغاو، ما غاديش نمليو عليهم شنو خاصكم ديروا. حنا ماشي وياصيين عليهم وما نحجروش عليهم. القدس قال لك السي هذيك، راه القدس هذي يا شريف، خليهم بيناتهم اخاي، خليهم يديروا. والله لا كتجبد خالد السفياني هذا، كتجبدوا. منير كيجي كنغلقوا المحضر والحكم للمستمعين. شكرا يوسف ادريسي، صابر فوندا، شكرا كريم نيتسي، رفعت الجلسه.